السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. من فتره كده كنت عملت فيديو عن شويه حاجات انت لو خدت بالك منها كويس قوي شغلك في الموشن جرافيك هيفرق كتير. كانت من ضمن الحاجات دي لو مش من اهمهم يعني هي الالوان. كتير مننا في الاول مش بياخد باله من اختيار الالوان او مش بيبقى عارف يختارها ازاي صح، بس لو ده حصل بيفرق في الشغل جدا. وساعتها احمد سمير حط لي كومنت في الفيديو برده وقال لي ان يا ريت نبقى نعمل فيديو عن الالوان وازاي بنخرجها من اللوجو اصلا. يعني انا لو جاي لي لوجو هعمل عليه فيديو موشن جرافيك، فازاي اخرج الالوان او اختار الالوان بناء على اللوجو بتاع العميل. فالفيديو ده على كده ان شاء الله النهارده، وهنفهم فيه الالوان اكتر وهنفهم فيه ازاي بنختارها وهنطبق بايدينا على لوجو انا نزلت هنختار منه الالوان دلوقتي. فقبل ما نبدا يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش على القناه يا ريت تنزل تشترك وتعمل لايك للفيديو علشان ده بيساعده اكتر ان هو ينتشر، وكمان تحط لي كومنت دلوقتي تقول لي انت حابب تسمع ايه بعد كده او تشوف فيديو عن ايه بعد كده على القناه. بس كده يلا بينا نبدا. انا دلوقتي نزلت الفايل ده من على فريبيك، كتبت لوجو على فريبيك ودورت ولقيت ده قلت انا هختاره علشان اشتغل عليه. فدلوقتي انا فتحت الفايل على الالستريتور وهنبدا بقى نختار الالوان مع بعض. فانا دلوقتي هقول لك اربع طرق مهمين جدا علشان تعرف تختار بيهم الالوان بايدك، يعني تقدر تقول مانيوال كده. وبعد الاربع طرق دول ان شاء الله هقول لك ازاي في طريقتين كده ممكن تجيب بيهم الوان حلوه جدا وتنفع على شغلك جدا وهتبقى متناسقه على بعض كويس ومريحه للعين لحد ما تعرف انت تطلع الوانك بايدك مانيوال. فركز كويس في الاربع طرق دول علشان تعرف تطبقهم وتطلع الوانك بنفسك، او حتى علشان تبقى فاهم الالوان اللي انت جايبها جاهزه دي شغاله ازاي بالظبط. اول طريقه منهم هنطبقها دلوقتي على اللوجو ده. دلوقتي مثلا انا عندي اللوجو ده مكون من لونين بجريدينت، يعني متدرجين كده، اصلا كل لون متدرج مع نفسه واخد درجه مثلا فاتحه هنا وبعدين مغمق من هنا وهنا غامق شويه وهكذا. فانا مثلا هاخد لون من النص هنا من الاورنج، تمام؟ هعمل كده، طبعا هجيب لي اللون ده جريدينت اصلا. فهعمل ايه؟ هقوم دايس هنا على التول بتاعت الجريدينت من هنا ومعلم على الحته دي، هيجيب لي هنا اللون السوليد بتاعه، فهختاره وايه وهرسم مربع صغير باللون ده. اول طريقه انا ممكن اعملها علشان اطلع الوان متناسقه مع بعضها وهبقى ضامن مليون في الميه ان هي متناسقه مع بعضها، ان انا هختار نفس اللون اجيب منه درجات مختلفه، يعني اجيب منه درجه غامقه ودرجه فاتحه ودرجه افتح وهكذا. هعمل ده ازاي؟ انا عملت مربع اهو، خدت منه اللون الرئيسي، هقوم عامل كوبي، ادوس بهولد الت وانزله كده لتحت، وبعدين اختار له لون جديد يكون افتح شويه مثلا كده، وبعدين هعمل كوبي تاني واختار لون افتح شويه كمان كده مثلا، تمام؟ وبرده نفس اللون الرئيسي ده انا هعمل له كوبي من الناحيه دي. انا بحب اعمل كده، يعني دي طريقتي. هختار له لون اغمق. اغمق منين بقى؟ انا لما كنت بختار الوان فاتحه كنت معلم على حاجه هنا اسمها اس، اللي هي الساتوريشن، اللي هي كميه تشبع اللون ده في السامبل او في اللون اللي انا مختاره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو نزلت كده يبقى انا بقلل الساتوريشن، التشبع ده بيقل، التشبع بتاع اللون بيقل، فبيميل ايه؟ للابيض، بيميل للابيض لما التشبع بتاع اللون بيقل، لحد ما يوصل اصلا لان انا المربع بتاعي الكبير ده كله بقى ابيض واسود علشان خلاص ما فيش لون، نسبه اللون خلصت. هنا دي اعلى نسبه للون لما تبقى الاس ب 100، تمام؟ بص اهو مليان ازاي، كل ما هتنزل كده هيفتح عشان هيميل للابيض. طيب انا هجيب بقى اغمق منين؟ هجيب اغمق من البلاك، تمام؟ انا هكنسلت اهو، هخش على اللون تاني وادوس على البي، وبعدين انزل كده اجيب اغمق شويه، تمام؟ دوس اوكي واعمل كوبي تانيه واختار لون جديد، انزل سنه كمان اجيب اغمق شويه وادوس اوكي. كده بقى عندي خمس درجات من اللون الاورنج ممكن ارسم بيهم اي حاجه انا عايزها في الكومبوزيشن او في الفيديو بتاعي. هنتست حاجه سريعه كده عشان اثبت لك بس ان هو اي حاجه فعلا هتبقى متناسقه مع بعضها. ممكن نرسم حاجه بسيطه جدا، مثلا هختار اللون ده ارسم بيه مثلا كوبايه، تمام؟ اهو كده مثلا، اقوم اعمل دي كده اوكي، وبعدين هقوم اعمل لها ميرورنج كوبي، تمام كده. وبعدين مثلا ممكن ايه نضيف عليها حاجه زي اللمعه كده مثلا، فنعمل لها بس جوين الاول، نعملهم هما الاثنين شيب واحد كده، واعمل كنترول سي كنترول اف فيجيب لي نفس الكوبايه في نفس الحته كده بالظبط. ومثلا ممكن اجيب دي كده اهو والون الحته دي بلون مختلف من الالوان اللي انا اخترتها، مثلا اللون ده او اللون ده. ممكن اعمل مثلا بق هنا للكوبايه او شفه يعني للكوبايه،
بالمنظر ده كده، اختار لها لون تالت من اللي انا اخترتهم ده مثلا. فكده احنا رسمنا حاجة بسيطة جدا وصغيرة بس بالالوان اللي انا مختارها، والالوان طلعت متناسقة جدا مع بعضها عشان هم اصلا خارجين من لون واحد، بس هم درجات من لون واحد. فانا كده ضمنت 100% ان الالوان هتبقى متناسقة مع بعضها ومريحة للعين. بس هنا في تشالنج او في حاجة مشكلة ممكن تقابلني لازم اخد بالي منها، الكونتراست، التباين. هنا بما ان انا جايب لون واحد وواخد منه درجاته، فالدرجات دي لو مش بعيدة على بعضها قوي ممكن تعمل مشكلة في الكونتراست، يعني ممكن ما تبقاش مريحة للعين زي ما انا فاكر. على سبيل المثال انا لو عملت خدت دي مثلا وعملتها ايه باك جراوند لتكست هكتبها مثلا، وجيت اكتب تكست جديدة اهو، تمام اهو هكتب تكست المنظر ده، ورحت مختار اللون بتاع التكست اللي هو الدرجة اللي جنب ده على طول، جنب الباك جراوند على طول، مش حلوة، مش مريحة للعين خالص، مش هعرف اقراها، هتتعبني. بس في حالة زي دي علشان اظبط الكونتراست بقى انا مش هروح بعيد، مش هختار لون مختلف، عندي اختيار من الاثنين، يا اختار لون من الدرجات اللي انا اخترتها بس يكون بعيد شوية غامق فتبقى الكونتراست او التباين الاختلاف ما بين اللونين واضح يبقى مريح للعين فيبقى عندي بالمنظر ده كده اعرف اقراه، يا ممكن اعمل حاجة تانية انا بصراحة بعملها ساعات في الفيديوز، ان انا اخلي التكست دي لونها ابيض او اسود، فهي لو ابيض او اسود هيبقى فيه كونتراست قوية، وفي نفس الوقت انا ما جبتش لون مثلا شاذ عن 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 الالوان اللي انا اخترتها، او ما جبتش لون اللي هو ما ينفعش استخدمه. الابيض والاسود غالبا ممكن استخدمه في اي وقت وفي اي ظروف يعني، تمام. بس ففي الحالة دي هيبان جدا، فانت بقى براحتك، انت حابب مثلا تختار نفس اللون بس درجة مختلفة تكون التباين بينها وبين الباك جراوند كويسة، تمام. بس خلي بالك ان هو ده التشالنج، هو ده التحدي اللي ممكن يقابلك في الطريقة دي في اختيار الالوان، الكونتراست او التباين. عندنا طريقة تانية بقى هنحتاج فيها نخش على ويب سايت اسمه color.adobe.com. الويب سايت بتاع ادوبي عليه الكولر ويل اللي احنا شايفينها دي، اللي هي الدايرة اللي مليانة الوان، بنعرف نختار عليها الالوان اللي احنا هنستخدمها. طب ازاي؟ تاني طريقة احنا هنناقشها المرة دي اللي هو ان احنا نختار الوان جنب بعضها، اهو هو اصلا ظابطها اللي هي اسمها اي انالوجوس دي، بتختار اللون بتاعك بتحط الكود بتاعه هنا، يعني انا مثلا هقول ان اللون ده هو اللون الرئيسي، فهاخد الكود بتاعه واروح احطه اعمل له بيست هنا بكنترول في، تمام، دوس انتر، هيجيب لي الوان كتير جنب بعضها، احمر شويه، لون محمر شويه، ولون جاي على اصفر شويه. الالوان دي انا لو اخترتها بالمنظر ده غالبا هتبقى متناسقه مع بعضها برضو. طب اختارها ازاي؟ انا مثلا عندي اهو اللون، هاخد الكود بتاعه تمام، وهجيب ده اللون الرئيسي بتاعي، هقوم حاطط هنا مثلا اللون الجديد اللي انا اخترته تمام، او ممكن نخليه ده، بلاش ده عشان لسه في واحد في النص، وايه كمان، هاخد ده برضو نحطه هنا بقى تمام، ايه كمان، ناخد دول نحطهم هنا وهنا. طيب تعالى بقى ايه نجرب نرسم الكوباية دي او نلون الكوباية دي بالالوان الجديدة. مثلا هقول ان الباك جراوند دي بتاعت الكوباية او الكوباية نفسها هتبقى باللون ده مثلا، وبعدين الجزء ده من الكوباية هيبقى باللون ده مثلا، والشفة دي هتبقى مثلا باللون الأحمر، مش لذيذة قوي يعني، تمام، بس مش أحسن حاجة يعني، ممكن اللون الأحمر ده يبقى إيه أغمق شوية مثلا، اللي هو اللون ده مثلا هيبقى لطيف، تمام. برضه انا عملت ثلاث الوان اهو متناسقين مع بعض، ثلاث الوان مختلفين مش درجات من نفس اللون، خلي بالك عشان هنا احنا الموضوع اختلف شويه. فدول ثلاث الوان مختلفين ومتناسقين مع بعض لحد ما، بس خلي بالك اهم حاجه في اختيار الالوان، علشان كده انا قلت لك ان انا في اخر الفيديو ان شاء الله هبقى اقول لك طريقه تجيب بيها الوان جاهزه، علشان الموضوع محتاج تدريب شويه، عشان انت حتى لو انت اتبعت القواعد اللي احنا بنتكلم عليها دي هتساعدك بس دايما اهم حاجه المرجع بالنسبه لك ان انت عينك مرتاحه للون ولا لا، انت شايف بنظرتك كده اللون ده كويس او الالوان دي كويسه مع بعضها ولا لا. فانا مثلا لما حطيت الاحمر هنا مكان الشفه دي، لا حسيت ان هو مش احسن حاجه، او يعني مش لطيف، مش مريح للعين مع بقيه الالوان اللي في الكوبايه، فرحت مختار لون تاني. فلازم تدرب نفسك على ده، لحد ما تدرب نفسك عليه ان شاء الله هقول لك طرق تحل بيها الموضوع ده في الفيديو ده على طول. نناقش بقى الطريقه الثالثه اللي هي ايه، اللي هي انا عندي حاجه هنا اسمها complementary colors.
هنا complementary colors ده هو بيستخدم color wheel في انه يحط الكالرز اللي قدام بعضها. يعني هو هنا مثلا مختار اورنج اللي انا اصلا كنت مختاره هو في الاول، حطيت لي ايه قدام، وحطيت لي البيبي بلو ده او اللبني ده، وحاطط درجه برده مختلفه شويه من اللبني عشان انا لو عايز انوع يعني. فهو جايب درجتين من لون قدامه وثلاث درجات من البرايمري كالر اللي انا حاطه، او الكالر او اللون الاولي اللي انا حاطه. فانا ممكن اخدهم برده كده اهو، واخش هنا احط ده كده اهو. ضروري وانت شغال المربعات اللي انت اخترتها في الاول دي وحطيت فيها الالوان تفضل قدامك على طول. يعني ايه؟ ما تختارهاش في الاول وبعدين تشيلها، لازم تفضل قدامك على طول علشان تاخد منها الالوان اللي انت بترسم بيها كلها، او انت الالوان اللي انت بتنسق بيها الوانك او الحاجات اللي مرسومه كلها يعني. تمام؟ فانا كده حطيت اهو الثلاث درجات من الاورنج دي، وايه درجتين من البيبي بلو. طبعا هنا انت ممكن مثلا ترسم الكوبايه دي كلها بالبيبي بلو، فانت تقوم عامل كده تختار ده مثلا، وبعدين تقوم عامل سوري لا مش كده، تقوم جايب ده كده ومختار اللون ده، ومثلا تقوم مختار اللون ده كده او كده براحتك يعني. معقوله برضو ممكن تختار اصلا لون ثالث بقى او درجه ثالثه من الازرق ده وتعمل بيها الشفه دي. وممكن نجرب نقوم عاملينها مثلا بالاورنج، مش هتقول لا لطيفة يعني. ممكن اصلا اللمعة طبعا مش هينفع تعمل بالاورنج يعني، انا عندي كوباية نفسها البادي بتاعها ازرق، فاللمعة بتاعتها طبعا مش هتبقى حاجة غير ازرق يعني، هتبقى درجة تانية من الازرق. فهنا انا عامل كوباية اهو الشفة بتاعتها اورنج، انا شايفها بصراحة لطيفة مش وحشة يعني الالوان مش وحش. فدي برضو طريقة تالتة ممكن تستخدمها اللي هي complementary colors، تخش على الكالر ويل وتختار اللونين قدام بعض. طيب الطريقة الرابعة بقى عاملة ازاي؟ الطريقة الرابعة اللي هي الايه؟ الالوان اللي عامله مثلث مع بعضها. تمام؟ الوان عامله مثلث على الكالر ويل بالمنظر ده. فانا حاطط برده نفس اللون بتاعي اهو هنا، هو مختار لي ازرق ومختار لي اخضر ومختار لي ايه الاورنج ده اللي هو الدرجه الثانيه من الاورنج بتاعي. تمام؟ فهجرب كده اشتغل بيهم. فانا دلوقتي عندي اهو خمس الوان تقريبا، او لون ودرجه منه ولون ثانيه ودرجه منه ولون ثالث اقدر استخدمه. تمام؟ فنجرب برضو نستخدمهم. انا شاكك بصراحة في الالوان دي المرة دي، بس يعني ايه نجرب. طبعا احنا قلنا هنخلي اللمعة نفس اللون بتاع الايه البودي، فهنختار مثلا الايه البودي لون من اللي احنا معانا درجة تانية منه يعني. اهو ناخد ده كده مثلا المنظر ده، وبعدين ناخد الشفة دي نخليها مثلا كده او كده او كده. يعني الالوان دي كلها الساتوريشن فيها عالي قوي، فانا حاسس ان هي بتجزع كده يعني. ممكن تستخدمهم بس انا حاسس ان الساتوريشن عالي قوي يعني. انت ممكن مثلا لو غيرنا اللون ده فتحناه شويه، اهو انا بلعب معاك، ودي مش قواعد بقى يعني، احنا ايه احنا بنفكر يعني. فتحته شويه ممكن يبقى مقبول، ممكن لو خليته زي ما هو وفتحت الساتوريشن بتاع ده شويه، جبت الساتوريشن من هنا وفتحته شويه، ممكن يبقى مقبول عن الاول برضه هو بالمنظر ده كده. اعتقد كده بقى تمام اكتر. عشان كده بقول لك هو عينك بقى، انت وعينك والالوان وعيش. دي كانت القاعده الرابعه. طبعا دي الطرق اللي احنا ناقشناها، لكن في طرق تانية مثلا ممكن لو انت على color.adobe.com ده تدوس على اي واحده من دول فتلاقي الوان تانية بتطلع لك، مثلا سبلات كومبلمنتري دي تدوس عليها تلاقي الوان بتطلع لك بطرق مختلفه. يعني هنا مثلا جايب لونين جنب بعض شويه ولون تاني مقابل ليهم قدامهم. تمام؟ حتى لو تاخد بالك ان اللونين دول باردين وده لون حار او لون يعني مايل للايه لورم يعني دافي. فهو عنده طرق كتير، في سكوير هنا برضو. تمام؟ هيطلع لك الوان مختلفه، فانت ممكن تجرب. هو اصلا بالتجربه يعني، انت تجرب كتير وتشوف ايه اكتر الوان انت مرتاح لها او مريحه عينك يعني. طب ايه بقى الطريقه اللي انت ممكن تجيب بيها الالوان جاهزه على طول كده وتبقى مريح دماغك خالص؟ بس انا مش عايزك تريح دماغك، انا عايزك تتدرب كتير طبعا، تختار بالطرق دي لحد ما تبقى انت اصلا خلاص بقيت اكسبرت يعني، او عارف تختار الوانك بنفسك. الطرق دي ممكن تبقى ايه؟ هنقول منهم طريقتين، واول واحده فيهم هي ويب سايت dribble.com. dribble.com ده هتلاقي عليه ديزاينز كتير، فانت هتخش مثلا عليه كده هتدوس illustration. ممكن هنا تعمل سيرش بايه بقى؟ هتدوس فلترز، تعمل سيرش باللون بتاعك. انت هتحط اللون اللي انت عايزه اللي هو الاساسي بتاعك اهو، تعمل له كوبي وبعدين تعمل بيست هنا وتدوس انتر. هيجيب لك ديزاينز كتير فيها اللون او لون قريب من اللي انت اخترته ده. فديزاينز هنا هتلاقي مثلا لون مختلف، لون يعني يمكن روز شويه كده او محمر شويه ممكن تاخده. ممكن هنا مثلا في الوان كتيره هي داخله في بعضها، ممكن تخش هنا وتاخد
السكرين شوت حتى من المنظر ده وتحطه على ادوبي الستريتر او فوتوشوب وتاخد منه الالوان اللي معاه، يعني الالوان المكمله للون بتاعك، يعني اللي هو البنفسجي هنا مثلا او الازرق ده وهكذا. تمام، اهو في بقى ديزاينز كتير جدا بالوان كتير جدا ممكن تديك يعني ايه اختيارات كبيره في الالوان يعني. فانت ممكن تنزل اي ديزاين من دول وتاخد الالوان بتاعتك. ايه الطريقه الثانيه بقى؟ الطريقه الثانيه هي ويب سايت اسمه colorhunt.co. تمام، كلر هانت ده هتلاقي بقى عليه الالوان جاهزه على طول، يعني الوان متناسقه مع بعضها جاهزه باليتا كده انت بتاخدها تشتغل بيها على طول. مثلا هتقول هنا هتعلم على الحته بتاعه السيرش دي هينزل لك الكالرز، فانا مثلا بالنسبه لي اورنج، هدوس اورنج هيجيب لي بقى باليتات كتير قوي فيها الاورنج. تمام، فهنا مثلا جايب اهو اصفر، وهنا مثلا متبع بقى ايه نظريه ايه اللي هو انا بجيب الوان جنب بعضها. في هتلاقيه متبع كذا نظريه بكذا طريقه، وممكن يجيب الوان اصلا ملهاش نظريات ولا حاجه بس هو جايبها كده ولايقه على بعضها. فانت ببساطه بتاخد برده سكرين شوت او بتنزل الايه الباليت دي بالكودز بتاعتها، بتاخد الكودز بتاعتها وايه تنسخها هنا في ادوبي الستريتر وتاخد الالوان دي وتشتغل بيها. دي طبعا اسهل طريقه فيهم بس انا مش بحبذها قوي، علشان هنا انت مش بتحط الكود بتاعك بالظبط، يعني انت مش بتحط الكود بتاع اللون الرئيسي بتاعك وبعد كده هو بيجيب لك باليتس على اساسه. لا، هو بيجيب لك انت عايز اورنج هيجيب لك باليتس كتير فيها اورنج بس مش بيجيب لك اللون اللي انت عايزه بالظبط يعني. فانا مش بحبذها، ممكن تستخدمها ممكن تطلع معاك حاجات كويسه بيها بس انا مش بحبذها، انا بحبذ الطريقه الاولانيه اللي هي بتاعت ويب سايت دريبل. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجبك يا ريت تنزل تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ويا ريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتعمل له شير كمان مع اصحابك، وشكرا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وسلام عليكم.